اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم صوتكم اللي راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام الهواتف اللي تشوفوها باسفل الشاشه. في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب إن كان، تقدرون تتواصلون ويانا عن طريق برنامج الواتساب. الرقم المخصص لبرنامج الواتساب الرقم الاخير اللي بصف الاشاره. اتمنى تكون الرساله مطبوعه بالاسم والمكان حتى نعرف منو كتب لنا ومن وين. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام ملف الانهيار الأمني المستفحل بهذا البلد. وزارة الداخلية تحاول، وزارة حكومة الإطار التنسيقي اللي رأسها محمد الشاعي السوداني، تحاول دائما أن ترسم صورة وردية للواقع الأمني اللي هو متردي بكل معنى الكلمة ببغداد وباقي المحافظات العراقية. تنشر بيانات تحكي بيها أنه نسب الجرائم بالمجتمع تراجعت، ومن بين هاي الإحصائيات المثيرة اللي أصدرتها الداخلية هو انخفاض نسبة الجريمة بالعراق بنسبة 20% وانخفاض الحوادث الجنائية إلى 40% خلال عام 2023، إضافة للادعاء بقطع شوط كبير في مجال مكافحة المتاجرة بالمخدرات. من أهم المؤشرات والملاحظات ونقاط الضعف بهاي الإحصائيات هو أنه يجت كإحصائية مجردة، يعني هي ادعاءات لا أكثر، ما اقترنت أبد بدليل. فوفقا لأدبيات علم الإحصاء والبيانات يجب على وزارة الداخلية إعلان الأرقام المتعلقة بعام 2022 عام 2023 حتى نقارن التحقق مع حقيقة نسبة الانخفاض المذكورة. وصار اختطاف ميليشيات لشخص يمشي ليلا هي من المشاهد المألوفة واللي تدلل على تراجع الأمن بالبلد. خلونا نشوف هاي الصور اللي وثقت لكم محاولة اختطاف مواطن من قبل ميليشيات مسلحة في محافظة ميسان. اكو جاهل مدري جاهل دا يصيح بالباكراوند بابوي، لا صوت الطفل يشفع ولا بلا زحمه. عيني وزير الداخليه، هذا مو ارهاب، هذا الطفل اللي عاش هذا الرعب، هذا مو ارهاب ابد. ظهر مؤشر الجريمه واظهر هذا منه مؤشر الجريمه للمنظم العالمي، ارتفاع تصنيف العراق في مؤشر الجريمه خلال عام 2023 مقارنه بعام 2021، لأنه إجا العراق بالمرتبة الثامنة عالمياً والمرتبة الثانية بقارة آسيا كلها بمؤشر آخر يتناقض ويا بيانات وزارة الداخلية. بحسب المؤشر درجة الإجرام بالعراق خلال سنة 2023 بلغت 7.13 درجة مقارنة بعام 2021 اللي بلغت بيها تقريباً 7.05% درجة. المؤشر يظللنا أنه العراق بالمرتبة الثامنة من بين 193 دولة بمؤشر الجريمة، وإجا بالمرتبة الثانية من بين 46 دولة بقارة آسيا، وبالمرتبة الأولى من أصل 14 دولة بمنطقة غرب آسيا. أما فرض الإتاوات من قبل الميليشيات هو شكل من أشكال الجريمة الشائعة بالبلد، وبينت صور وثقها صاحب مطعم كبار مشهور بسامرة محاولة ميليشيا يقال أنه هي تتبع التيار الصدري إجبارة على دفع مبالغ مالية لهم تحت عنوان إتاوات وخاوة. تعالوا نشوف سوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جماعة من سرايا السلام، هاي من سرايا السلام، من سرايا السلام، من سرايا السلام. سيد مقتدى، سيد مقتدى، احنا ناشتك. هذول من سرايا السلام، واحد اسمه وسام القريشي، هاي شوفه ضرب العمال وراح. يا طه حيفتر، حيفتر، بس تعال افتر من هنا، حيفتر. يقول احنا من سامراء لا شغل ولا عمل، جايين هنا نوقف سيارات ونريد من عندك فلوس باسم سرايا السلام. ده تلاحظون راعي الاصلاح بالبلد جماعته ايش يسوون؟ هذا الاصلاح اللي هو يسوي. من بدايه عام 2024 بدت احداث القتل الجنائيه تزيد، وبعض الحوادث بعدها ما كسب ذاكرتنا، من بينها حادثة سوق مريدي شرق العاصمة بغداد والطريقة السينمائية اللي تم الاشتباك بها واللي انتهت بمقتل شخص على الفور.
لكن نجم هاي الحادثة هو منتسب بالاستخبارات، أقدم على تحويل عرس إلى مأتم بسبب إطلاق النار، إصابة شاب بعمر 24 عام برصاصة، وكأنه تجسيد للقول حاميها حراميها. تعالوا نشوف. ثورة باستخبار، ثورة 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 قتلهم 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 قتلهم. هذا الدولة يا باطل، هاي الدولة يا باطل، الرائد هذا الرائد والشرطي المتسم كلهم اطلع. هي المشكلة مو هنا، المشكلة ان الشرطة من المفترض حتى لو منتسب بداخل الشرطة تسبب في إصابة شخص هي اللي تلقي القبض عليه بحيث تمتص غضب الناس، بينما الناس هنا صايرة عصبية يقول لك هذا اللي صوب بنه، والشرطة واقفة بوجههم تقول له ما لك علاقة، وراح ركب دوريته وطلع وما إلى علاقة ولا إلى بال، وما حد راح يحكي وياه، وإذا راحوا يشتكون لا ذولا راح يوقفون بالضد ويا الأهل. هذا اللي يصير بالعراق اليوم، كان منتسب كان ضابط إن كان يتبع ميليشيا إن كان يتبع السرايا ولا غيرها ولا العصائب، هو فوق القانون. يعني هنا لما هو جايب عرس ورمى إطلاق نار وصوب شاب عمره 24 سنة، من الممكن أن يؤدي إلى قتله حتى لو كان غير عمد. أكو جرائم قانون الجرائم بالمحاكم، أكو قتل عمد وقتل غير عمد، هذا شروع بالقتل الغير عمد، هذا يحاكم حسب القانون، وأهل المصوب لهم حق يمه. بس اللي يصير بالعراق هسه ذول الناس إذا ما عندهم سند راح حقهم وضاع وانتهى، لأنه بالعراق اليوم هو عبارة عن بلد عندك عشيرة قوية تأخذ حقك بيدك، عندك علاقة بحجي أو خال تأخذ حقك بإيدك، عندك علاقة بميليشيا ما تأخذ حقك بإيدك، ما عندك علاقة تأكلها بيدك. وأما إذا رحت القضاء فالقضاء مسيس ومنتهي أمره. ماجد كوبيسي يغطي وجه عمي، وزارة يراد لها تصفية مو عقوبة شهر ويرجع لمكانه. أحمد الزويني شنو هذا الوضع التاية، حتى نظام الغابة بقوانين. مصطفى رحيم أين وزير الداخلية، لو كان الاعتداء على الشرطة تنقلب الدنيا. علي الرسام مع الأسف أصبح العراق غابة، القوي يأكل الضعيف لا عيش فيه. مصطفى محمود شاكر أتمنى يكون التعامل مهني وبدون تمييز، ويعتبرون المواطن هذا حال حال غيره بالوطن مو من الدرجة الثانية. أبو علاوي السام الرائي بعد وبعد، والله العراقيين راح يشوفون شيء يشيب له الولدان. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. المشكلة تكلمنا عن قانون الغاب، أتمنى حكومة الإطار ورئيسها محمد الشياع والجماعة ذولا كلهم يروحون يشوفون الوثائقيات عن حياة الغربان ويشوفون شنو حياتهم، شنو القوانين، وعدهم محاكم وعدهم شرطة و و و و و وأكو قوانين يمشون عليها ما يتجاوزون عنها، ويعيشون في مجموعة ما يعيش كفرد، حتى يتعلمون شوية أنه القانون قانون، وحتى يحسون أنه إحنا بشر، إحنا إنس، رب العالمين كرمنا فلازم نكون أحسن من هاي الغربان. فهذا نموذج أتمنى توصل رسالتي. محمد من أمريكا حياك الله. السلام عليكم أستاذ أسد، أحييك وحيي قناة رافدين. عزيزي هم الميليشيات وحيشك يحكموا العراق، دول أخرى القعية قاعدين الكراسي قسما بالله، أني هي مؤامرة من إيران، هو هذا خاطر اسمه خامنئي جاي يقودهم قسما بالله، هم دول الإرهابيين دول وزارة الداخلية والدفاع دول خرطي، أني قسما بالله دني الحشاق الدايحات استعراض عسكري يجيبون دني يا زمن يستعرضون دني الفاشلات خذلنا عما قدام العالم خوفنا الفهد عدش قسما بالله عدا فيديو على سعد معان، فيديو على سعد معان فضايح قسما بالله، إذا ما طلع سعد معن هو ذات هذا قاتل هاي البنية أم فهد أقصيدي منها بطرح قسما بالله، هم عندها الفيديوهات تحرقهم حرق بيها قسما بالله، شق واحد حاطله رتبة على السافة
خذيتونا قدام العالم، خذيتونا انتم مو قيادين عمي، اقعدوا يا نسواكم. نعم 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 نعم. شكرا 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 لك اخ محمد. ابو عبد الله من بغداد، من صلاح الدين عفوا. استاذ العزيز البرنامج مالك تقول الغربان عندها الغربان عندها قوانين؟ نعم. الغربان استاذ العزيز هافر الله خلقه. شغله شغله خلينا نقول كمملكه او كعائله او كعشيره او ك يعني من هذا المصطلح. يعني انت مو تيجي على ناس تسويها مثل الغربان. هذول ناس مملوم عمي حسالات حسالات مال المجتمع. امريكا جابهم هذاك القذر برايمر جابهم جابهم وسلطهم على الشعب العراقي. بس الشعب العراقي اني اني من ضمن الشعب العراقي. ابو زايد بينا ابو حيلو زايد بينا. يعني اقول لك من تحكي يا اقول لك قال النظام القمعي حش النظام البائد قال النظام يا عمي صار 20 سنه ما راح النظام. نعم. سووه شنو؟ سووه سرقه بوق دعاره كبسله مخدرات نزاع عشائر اللي عنده عداوه راس تنكتب على هذا البيت مطلوب دم على هذا ما ادري شنو. يا عمي وين القانون؟ يعني انا من انا العب اسولف وياك وقتها بس 97 واحد ضرب طلقه برا بتشول بتشول برا بالشاطي على الشاطي استاذ العزيز. نعم. انحكم 6 اشهر وغرامه مليون دينار بس بس 96 او 97. نعم. زين هذا القانون وين انت من تجي تقول لي تقول لي نظام بايد؟ زين نظام بايد نعم بس اكو قوانين حلوه ماشي بها انا ما اريد امدح خاف امدح واقول لك هذا راسي اذا تقول يسمى ماكو وحطوا لك وروح ما حد يندلك. قانون حلو وزراء وزراء منتظمين لا هم يعني يعيبون انه النظام يعيبون انه النظام ابو 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 عبد الله يعيبون انه ذلك النظام كان نظام الحزب الواحد وهمش شرائح المجتمع العراقي بشكل كامل. زين هل نظام النظام المحاصصه الطائفيه اللي هم اوجدوه ما كان بتهميش؟ هذا رقم واحد. ما همل الشعب؟ يعني هاي التساؤلات اللي لازم تنطرح. استاذ العزيز ذاك النظام اكو يعني رغم حصار رغم حصار بطاقه تموينيه كامله رغم حصار والمستوصفات الصحيه والمستشفيات فيها ادويه. نعم. يعني رغم حصار شديد على العراق استاذ العزيز. نعم نعم رغم صح. حصار اكو بناء. نعم. يعني احنا من نحكي ماكو وجوز انت حتى الرجوم اللي حكينا يعني انا ما عاد اقول لك امدح بس هسه بجديد لا والله اقول لك امدح ونوبتين والف رحمه على روحك صدام حسين. شكرا 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 لك ابو عبد الله. اكد موقع تنبيهات الحرائق العالمي انه اجمالي تنبيهات عدد الحرائق بالعراق تقريبا صار 18700 حريق من بدايه هاي السنه وحتى 15/4 اللي احنا به. وكانت نفس الفتره من العام الماضي 2023 عدد الحرائق الاجمالي بها 15000 حريق. اما تنبيهات الحرائق الشديده من بدايه السنه وحد نفس الفتره 15/4 بلغت اكثر من 2400 حريق. هذا يعني وجود زيادة بنسبة 24% بإجمالي عدد الحرائق بالمقارنة وهي نفس الفترة من العام الماضي. بموازاة هذا الشيء رجع مسلسل الحرائق اللي طال المزروعات وهي بداية موسم تسويق محصول الحنطة بالعراق. قضاء طويري جب كربلة المحافظة شهدت حريق ضخم لحقول زراعية اتطلب تدخل طواقم كبيرة من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإخماده. هذا الحريق اللي موجود بطويريج بكربلة. بهالأثناء تتصاعد المخاوف من تكرار سيناريوهات السنوات الأخيرة اللي شهدت حرائق هواية اجتاحت مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية بالعراق ويا دخول مواسم الحصاد. تلقى اللائمة عادة على عقاب السجائر، الطبخ داخل المناطق المزروعة، على التوصيلات الكهربائية، على المولدات،
على عبث الأطفال وغيرها من الأسباب المضحكة. لكن مصادر محلية أكدت ضلوع الميليشيات بهاي الحوادث بهدف ضرب الأمن الغذائي لمصلحة من؟ لمصلحة إيران، لأنه راح تكون المورد الأول والأكبر للبلد. مثلاً بمحافظة نجف تحديداً ناحية عباسية بالمحافظة التهم حريق جزء من أرض زراعية مزروعة بمحصول الحنطة قبل أن يفزع، مو طواقم الدفاع المدني، لا المزارعين اللي داير مداير الفلاح والمزرعة هاي وسايق جرار حتى يخمدون هاي النار. تعالوا نشوف راح يحركها هذا. اللي سواه هنا سائق الجرار انه حرث القاع داير مداير النار وحاول يحاوطها حتى يقدرون يصغرون حجمها شويه شويه وما تمتد النيران الى محاصيل اخرى من محاصيل الحنطه. اللي الشعب العراقي يعاني ما يعاني بسبب رداءة نوعيه الحنطه المستورده من ايران ومن غيرها على يد الحكومه، خصوصا بالحصه التموينيه، بالوقت اللي بيعدنا مزارع مزروعه حنطه ومزارع مزروعة تمن، لكن ما حد يدير لهم بال. هاي المشكلة اللي احنا دا نعيشها مشاهدينا الكرام هي مشكلة عويصة، هي متعبة. الناس لما شافت هذا الحال اللي يصير بالبلد علقت. آسيا علي تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بس صرحوا بالاكتفاء الذاتي، بدت فعاليات إيران التخريبية، الله الظالم. وهي فعليا بس العراق يصرح عن اكتفاء ذاتي في منتج ما او محصول ما تبدأ الحرائق تشتغل به. علي جابر البلداوي، هذا الحرق مفتعل من جهات داخلية قاعدة تلعب جولة حتى ترضي دول الجوار. سهام عبد الله، كل سنة هذا حالنا مع الميليشيات حتى نستورد من ايران. حيدر الحياني، المفترض ترتيب جدول حراسات من اهل الاراضي للقبض على ذول الفاعلين الذيول والباحث عن الحق. حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين الذين يريدون ابقاءنا مستهلكين وغير منتجين. علي ديالة، والله عافية، خوش فزعة، الله يساعد قلبك يا الفلاح، شلون قهر ربي عوضك. فعليا الفلاح اللي سهر وتعب وشقى وسقى وحرث وبذر وقام ينتظر النبتة ماتة أو السنبلة ماتة شوية شوية تصعد، وهو يشوفها بعينه ويريدها تكبر، خضرة صفرت السنبلة كملت، قام يفكر بالمحصول، قال لك أنا راح أحصد. هو دا يفكر يحصد حتى يبيع، حتى يرجع يستفاد، حتى يقدر يزرع مرت الأخ. فجأة ينام يقعد يلقى حريق شاب بالمزرعة مالته. ففعلا الله يساعد قلبه، لأنه تعب الأشهر اللي هو تعبها حتى يزرع هذا المحصول راح بشخطة شخاطة أو بجدحة جداحة. والسبب ما حد يعرف شنو السبب، بس يذبوها مثل الحريق اللي التهم مبنى مال عطور بالوزيرية، قالوا تماس كهربائي، ما حد عرف بعد شنو صار بهذا المبنى. مثل حريق اللي التهم السوق العربي أكثر من مرة، مثل الحريق أو الحرائق اللي كان تلتهم المخازن اللي يخزنون بيها صناديق الانتخابات وصناديق الاقتراع، اللي على غفلة أكو مخزن من المخازن يحترق بقدرة قادر، ودائما السبب تماس كهربائي. كم دورة انتخابية وشوفوا كم حريق صار. والمزارع كذلك، كل سنة عندنا حريق بمكان، كل سنة أكو خسائر بالملايين، واللي دا يدفع هاي الخسائر مو الدولة، هو المواطن الفلاح تحديدا واللي يشتغلون وياه. العراق اجى بالمرتبه 79 كأسوأ بلد في تقديم الرعايه الصحيه على مستوى دول العالم، وما تقدم مؤشر الرعايه الصحيه لمجله سي وورد الامريكيه لعام 2024 الا على دول فقيره غير مستقره مثل بنغلاديش، السودان،
أوغندا، باكستان، سلفادور. يعتمد مؤشر الرعاية الصحية على تحليل إحصائي للجودة اللي تشمل نظام الرعاية الصحية بالبلدان بما فيها البنية التحتية للرعاية الصحية، كفاءات المتخصصين في الرعاية الصحية كالأطباء وطواقم التمريض وغيرهم من اللي يشتغلون بالمستشفيات والمراكز الصحية، التكلفة المترتبة على الفرد في أثناء تلقي العلاج، توافر الأدوية عالية الجودة واستعدادات الحكومة. وبموازاة هذا الشيء تتواصل الصور الواردة من المستشفيات اللي تحكي قصة مأساوية وواقع صحي متردي. مستشفى الرشاد التعليمي للأمراض النفسية، كهرباء ماكو، حظر مو طبيعي، إهمال، فساد، هذا كله دا يصير بوسط تساؤلات شنو مصير المرضى اللي موجودين بهذا المركز أو بهاي المستشفى اللي هم يحتاجون إلى رعاية خاصة. تعالوا نشوف. ما بيها كهرباء يوم 27 الشهر الرابع 2024، ما بيها هاي المستشفى كهرباء، العالم ميت من الحرب، الله وكيل. ما بيها كهرباء يوم 27 الشهر الرابع 2024، ما بيها هاي المستشفى كهرباء، العالم ميت من الحرب، الله وكيل. هذا الحال بمستشفى الرشاد. مستشفى الرشاد طبعا ببرنامج صوتكم كل فترة وفترة يطلع لنا فيديو موجودة به هاي المستشفى. أما هنا أنا قبل ما نحكي عن الفيديو، العراق حل بالمرتبة الأخيرة بمؤشر الرعاية الصحية لمدن العالم خلال العام الماضي 2023 بحسب موقع نوميبو المهتم في تصنيف دول العالم وفق تكلفة المعيشة والسكن والصحة والعلاج. مصادر سياسية وهيئات دولية أجمعت أن نظام الرعاية الصحية الفاسد بالعراق يعكس بشكل واضح ومباشر فشل أسلوب الحكم والعجز عن التغلب على الصراعات السياسية. العراق خامس أغنى دولة نفطية بالعالم وشعب أفقر شعب، مع ذلك ما يقدرون مواطنين يحصلون على أدوية أساسية، ما يقدرون يحصلون تأمين صحي يعالجهم من الأمراض، ما يقدرون يلقون رعاية صحية تليق بهم. ومن الأمثلة على تدهور الرعاية الصحية اللي رصده مواطن من حال مأساوي لمستشفى القادسية تحديداً ردهة النساء. تعالوا شوفوا. مستشفى القادسية ردهة النساء، أنا قاعد تجي شوف الوضعية تشرد أخيسي. مستشفى القادسية ردهة النساء، أنا قاعد تجي شوف الوضعية تشرد أخيسي. هاي مستشفيات اللي من المفترض هي أكثر مكان مرتب، أكثر مكان نظيف، أكثر مكان معقم، فما بالك عن ردها اللي هو دي يجيها طفل، أو هي ردهة النساء اللي فيها الولادات والأطفال اللي ينولدون هم ما عندهم أي مناعة. في المستشفيات الراقية لما يولد الطفل يخلوه في الخداج فترة معينة، وخلال فترة رقود الأم بالمستشفى يتنقل ما بين غرفة الخداج وغرفة الأم حتى يراقبون مؤشراته الحيوية حتى يشوفون مناعته، وراها يسلموني أمي يقولهم الله وياكم، طلعوا من المستشفى. فما بالك بالحال اللي هنا. أما بهذا المستشفى، المسرحيات الإعلامية اللي طلعها حكومة السوداني والأفلام الهندية اللي علقت على خدمات وزارة الصحة بجملته الشهيرة الله لا يوفقني، ومسرحيته الأخيرة لما زار مستشفى الرمادي اللي أكدوا شهود عيان منناك أن موظفين بالمستشفى أجبروا على التمثيل ونقل صور مغايرة لواقع الرعاية الصحية بالبلد للتغطية على الفشل الحكومي اللي صار. غير مستغرب أن يترك المرضى يواجهون مصيرهم برودهات المستشفيات دون تلقي العناية الصحية، مثل ما راح تشوفون صورة رصدها مرافق أحد المرضى بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة المثنى اللي انترك بهذا الحال. تعالوا نشوف. مريض دخل إلى المستشفى، والمريض وين يروح؟ يروح المستشفى. ليش داخل المستشفى؟ أكو حالة جبرته. ماكو إنسان بالدنيا يحب يدخل المستشفى، كنا نكره المستشفى، حتى الطبيب اللي يشتغل بالمستشفى يكرهه، لكن هذا عمله واجبه.
ماكو انسان يحب يروح للمستشفى ده يتمتع. طب وانسى سفره، ياخذ جدريه مال دولمه لو برياني وجودليه وجهاله داير مدايره وريشه وما اعرف شنو، يطب للمستشفى يلا جهال العبوا، ماكو هذا الحكي. يطب للمستشفى لحاجته الماسه الى العلاج، بس مال ينترك بالقاع هو يتلوى، ماكو واحد يجي عليه، حتى مو مصعدين قاعد يعسديه. هاي ما صايره بكل دول العالم بس يمنه. وما شاء الله انا اتوقع انه هاي الفيديوهات اذا تروح الى القائمين على قاموس جينيس او كتاب جينيس للارقام القياسيه، فراح ندخل كتاب جينيس بارقام كبيره جدا وما حد راح يلحقنا. علاء العراقي يقول قبل كم شهر ذبيت لي 900 من وراء هاي المستشفيات والاطباء اللي بالخاص، وبس الله يعلم بالحال. ابو ايهاب الزيدي، عمي ترى كل مستشفيات العراق الحكوميه هيش نفس الحاله. ابو عبد الله عباس، اليوم انا اخذت ابني للمستشفى التركي في الحله، ماكو اشعه يصورونه بالموبايل ونشوف الصوره بالموبايل ونشوف الصوره بالموبايل للدكتور. قلوا لي هذا يا مارك الموبايل اللي يصور اشعه. خميس الحلبوسي، اغلب المستشفيات هيك اذا مو كلها، عندك حاله طارئه لا تجد احد ولا علاج، روح للصيدليه جيب العلاج، ابره فولتارين ما تلقى. طاهر حبيب، تفعيل الجانب الرقابي والحد من الفساد ومعاقبه الاطباء ذوي النفوس الضعيفه اكيد يرفع جوده الخدمه ويحسن من الخدمه. اما محمد التميمي يقول تقصير متعمد بتاخير كثير من المستشفيات وسوء اداره الموارد البشريه وسوء التخطيط او عدم وجود تخطيط اصلا في وزاره ودوائر الصحه، وهذا واضح جدا. نعم نعم، احنا عندنا وزارات، عندك وزارات اسمها وزاره الكهرباء، وعندك وزاره التنميه، وعندك وزاره البيئه، وعندك وزاره الموارد المائيه، وعندك وزاره المهجرين الهجره والمهجرين، وعندك وزاره الصحه، وعندك وزاره التعليم، وعندك وزاره التعليم العالي، وعندك وزاره التربيه. ذن كلهن ما بيهن خطط، ذن كلهن هي عباره عن مقعد او حقيبه وزاريه يتعاركون عليها لما تشكل الحكومات، ويتعاركون عليها لانه من تشكل الحكومات اكو مناقصات، اكو مشاريع، واكو مردود مادي راح يطب بالجيب. اما انه اكو خطه لتحسين واقع اي وزاره خدميه او سياديه او امنيه، ماكو. لانه انت اصلا لا اكو خدمه بالبلد، ولا عندك تربيه وتعليم ولا صحه، ولا اكو اي شيء يثبت انه البلد بسياده اصلا. والقرائن كثيره. شركة السكك الحديدية العراقية تمتلك 28 قاطرة كمجموع كلي في عموم العراق، يشتغل من ذن ال 28 18 فقط، ونعمة كريم فوق النص الحمد لله والشكر. 10 عاطلات ما يقدرون يصلحوها، آمنا. 4 قاطرات قيد الصيانة بحسب وزارة النقل الحالية، ألف الحمد لله والشكر، راح يصير أنا بدال ال 18 22. هذا اللي تمتلك العراق عدد من القاطرات العاملة، لكن أكو قاطرات معطلة تتوزع بمواقع معمل السماوة، مأوى بغداد، معامل الشالتشية ومعامل أخرى وأماكن أخرى أو مشمورة على قارعة الطريق. هذا كله بظل تأكيد الوزارة أنه هي تحتاج أن تشتري تقريبا 50 قاطرة حديثة لتطوير قطاع النقل. أما مشهد التجاوزات على مسارات السكك الحديد هي من المشاهد المألوفة، أو تشوف لك قطار فايت بمنطقة سكنية هاي عادي لا تستغرب. أظهر لنا مقطع مصور تجاوز أفراد حماية جامعة الفراهيدي، تخيل مكان تعليمي مكان تربوي يخرج ناس هو اللي يتجاوز، المهم ما لنا علاقة عوف الموضوع. جامعة الفراهيدي الحماية مالتهم شو مسوين؟ بانين جراج، جراج للسيارات. وين باني؟ بالقرب من محرمات السكه الحديد، او على محرمات السكه الحديد، مو بالقرب، على محرمات السكه الحديد وبالقرب من مسار القطار اللي يتسبب دائما شنو؟ توقف القطار بسبب مواجهه صعوبات. تعالوا نشوف من الحاطة هذا هنا؟ من النصبه؟ انت من الجهه الامنيه مالت الجامعه، من الحاط الشركه هنا؟ هي هذا مسار قطار لو لا؟ زين انت جاي مسوي لي جراج؟ ما اعرف اعرف، انت مو اهل قرار، انت ناس، انت مو اهل قرار، انت مو اهل قرار، انت ناس موظفين، بس انت تشوفون السيارات جايه. يلا تشيله عيني، تشيله عيني، تشيله تشيله عيني، تشيله تشيله عيني، تشيله عزيزي، شيله وقفه القاطره عليكم والله والقران عليكم. انتوا لاحظتوا الحمايه ايش قالوا له؟ هم ما زعلانين انهم موقفين قطار، لا هم زعلانين لانه الاسلاك الشائكه
شبك مثل ما قال سائق القطار، جايبه القطار من مكان لمكان ثاني، فقال لي لا تجار الاسلاك الشائكه للمكان هذا. هو صاير عصبي لان ماخرين شغله، ما داير له بال، يقول له ليش يصيح؟ لا يصيح، يصيح ويوصل صوته، ومن حقه يسوي اي شيء يريده، وانت تسكت لان انت الغلطان. اني اول مره اشوف واحد يغلط وعينه قويه. دائما كنا نعرف حتى من ربينا، حتى من ربينا اهاليتنا ربونا يقول لك من تغلط دهنج راسك، لا تجاوب لا تجادل، اذا انت غلطان قول نعم انا غلطان وخلص اسف. هاي ربينا عليها ببيوتنا. بس شو اللي يغلط هسه بالعراق عينه قويه وصاحب الحق يقول له اسكت ما من حقك تحكي، يابا انتم هذا مو سقه قطع اسكت ما من حقك تعيط، يابا هذا مو اسكت انت ما تفك حلقك ما تحكي ولا كلمه. هاي جامعه. حتى بأواسط تسعينيات القرن الماضي شكل القطار بالعراق الوسيلة الأكثر إقبال بين العراقيين لرخص تكاليف الرحلة، قلة الحوادث مقارنة بتسجيل عجلات الطرق العامة لحوادث كثيرة خصوصا السريعة والدولية منها. لكن قطاع النقل السككي والقطارات بالعراق تأثر بشكل كبير بسبب الظروف اللي عاشتها البلاد بعد عام 2003 إبان الحصار الاقتصادي أيضا بتسعينيات القرن الماضي وما بعد الاحتلال. هذا اللي فرض فقدان قطع الغيار اللازمة حتى يديمون هاي الخطوط، اعتماد مواد محلية الصنع كبدائل اضطرارية قبل أن يفقد هذا القطاع الحيوي مكانته بسبب تراجعه نتيجة الإهمال في سنوات ما بعد الاحتلال. بات من غير المستغرب اليوم أنه تغلق ملاكات أمانة بغداد مسار محطة الدورة للقطارات بالزبالة، ورا ما تجي سيارة ذب حمولتها من النفايات بطريق القطار، بمشهد آخر من مشاهد الخراب اللي صار بهذا الجانب الحيوي. تعال نشوف. بالقرب من محطة الدورة من الزبالة سيارة كاملة مفرغة هنا ورايح، الريحة تقتل طبعا، يعني زبالة حتى مو مال واحد يوخرها بالكرك أو بالنزلة. الخط مدفون، الخط مدفون، والزبالة يعني مو زبالة قليلة، زبالة من زبالة، وذابها أبو السيارة راجع لي ورا، ذابها تلح على الخط، دافن الخط، الخط مدفون، وهاي الزبالة الخط مدفون، زبالة. هسه اللي يجي للعراق ويباوع الصورة اللي بتصير بالبلد ويباوع الحالة اللي دا يعيشها البلد من مشاكل وبلاوي وقضايا يعني مؤلمة. هاي الصورة إذا غطيت هذا الجزء كله جوا هيك، جبت كرتونة هسه وباوعت على القطار، تقول يا الله قطار جديد حلو نظيف أبيض بخط أحمر قلوباته مشتغلة. هذا القطار تتخيله أنت إذا ما تشوف هاي الصورة تقول هذا القطار مكيف كراسية مريحة، خل أروح أحجز تكت. تشيل الكرتونة وتباوع جوا تقول ساعة السوداء ندليت هذا القطار وين؟ هذا وين؟ هذا بالعراق. عيني وزير النقل، جماعة أمانة العاصمة يذبون زبالتهم على السكة الحديد ودافنين الطريق. المشكلة أنه السكة الحديد داير ما داير هاكو زبالة، مو بس هذا الكوم، فممكن تحكي يا أمانة العاصمة لو مالك دور. يعتبر العراق من أوائل دول الشرق الأوسط اللي استخدمت القطارات بنقل المسافرين والبضائع، وأكو خطوط شهيرة، وسجلت أول رحلة تم تسييرها كانت من بغداد لسميتشة اللي هي الدجيل جنوب مدينة سامراء سنة 1914، بينما تم تسيير أول قطار بين بغداد والبصرة سنة 1920، وأول قطار بين بغداد وكركوك سنة 1925، وأول قطار بين بغداد والموصل سنة 1940. تاريخ إنشاء السكك الحديدية بالعراق إلى أوائل مطلع القرن العشرين على يد الألمان،
لكنها تطورت فيما بعد من قبل البريطانيين وامتدت تقريبا إلى أكثر من 2000 كيلومتر شمالا وجنوبا وغربا. المفارقة اليوم اللي نشوفها من كثرة حوادث القطارات خروجها عن السكك، على الرغم من ادعاء الحكومة تنفيذ مشاريع لتطوير السكك الحديدية. تعالوا نشوف سوية شنو اللي صار الواحد من القطارات لما انطلع بالقرب من مخرج أو لما انطلع بالقرب من مصفى الدورة النفطي. مال القطار اللي بس باعوه أنا ما أحكي، بس باعوه وبحشون مزنجر ومتالك ألف مرة باعوه. تفضل. طلعت من الهاي المقصورة مالتها عطلت، وهذا المزنجر وقف، وهسه قطع الشارع مال المصفى قطعه تماما. الناس تريد الطوب لبيوتها، توقف الموضوع نهائي. هذا منا الفد 20 ساعة، اذا 20 ساعة مشي يلا ينفتح على الشارع على هاي المنطقة، منطقة الجمعية، خلص انقطع الشارع بشكل نهائي. بعد لا الدولة لا أمة تسوي شيء، لا المقطورة تسحبها ولا أكو شيء. تفضل عيني وزير النقل، تدري مو إن شاء الله هاي تريد تطلع من المصفى، باع شلون عطلت بنص الشارع ومزنجرة متهالكة والسكك متفلشة وماك باو، بس باو هاي قطعت الشارع على العالم. هذا المصفى العالم قامت ترجع على السريع، يعني اللي يريد يطب بيته لازم يفتر العراق 10 مرات. يلا وين تصعدون؟ ايش تسوون؟ خلص هاي المنطقة انسدت بشكل نهائي. باع العالم تريد تعبر شو تسوي؟ هذا باع يريد يعبر لأهله، شو يسوي؟ مشي يعبر فوقها وينزل. باع وزير النقل، تفضل حبيبي. وزير النقل حبيب قلبي، حتى لا تطلع لنا بلقاء تلفزيوني وتقول السيد رئيس الوزراء محمد الشيعي السوداني دز لي مقطع عن قطار عطل وخرج عن السكة الحديد بالدورة عبر الواتساب مثل ما صار ويا مطار بغداد. الفيديو اياته بلكت بلا امر عليك تشتغلون. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق ويانا من سيد حمزه: القطار قديم والسكك بدون ادامه وبس خمط فلوس. كمال ابو اشرف: خطوط متهالكه ولا يوجد عمال مهره للصيانه ولا الالات حديثه، اهملت هذه الخطوط منذ اكثر من عقدين. الاستاذ احمد زليط الحوري: سكك الحديد في العراق صنع بريطانيا عندما استعمرت العراق عام 1917، والسكك قديمة مستهلكة لمدة 100 عام وغير مستدامة ولا معادل، مفروض قبل انطلاق القطار يكشفون الخبراء على السكة. قصي العساف: عما بعينكم وزارة النقل بس خمط وماكو خط السكك براسة حظ، ولا اكو تقاطع يمر بقطار براسة حظ كله محفر. علي عطية: الفساد الإداري والفني هو السبب الرئيسي وراء هذا الموضوع. وأبو سجادة حسناوي: حتى القطار ما سلم من الحرامية والفاسدين. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. مشاهدينا الكرام، تمر اليوم 28 نيسان الذكرى 20 لفضيحة سجن أبو غريب اللي بثتها شبكة CBS ب 28 نيسان سنة 2004، اللي كشفت بها عن إساءة معاملة لمعتقلين عراقيين من قبل العساكر الأمريكان المحتلين بالسجن سيء الصيت في العراق، تزامنا مع حلول الذكرى 20 لانتشار فضيحة التعذيب. وقف قبل أيام 3 ناجين من سجن أبو غريب مواجهة أحد المقاولين العسكريين اللي يحملون مسؤولية ما مروا به من تعذيب بالمحكمة الجزائية الأمريكية بولاية فيرجينيا الأمريكية. وتأخرت هاي المحاكمة أكثر من 15 سنة، وهاي المرة الأولى اللي يتمكنوا بها السجناء في سجن أبو غريب من رفع قضية مدنية أمام هيئة محلفين أمريكية. مزيد من التفاصيل حول هاي القضية بسياق الإنفوغرافيك اللي أعده لنا قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين. تعالوا نشوف. Thank you.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، توسعت الاحتجاجات الطلابية بالولايات المتحدة الأمريكية تنديدا بالحرب الغير مبررة، الحرب اللي ما نقدر نسميها حرب شريفة، هي عبارة عن حرب من محتل لأصحاب حق. المحتل يريد يغتصب هاي الأرض، وأصحاب الحق هم مغصوبين على تحمل الازدواجية لدول العالم. حرب غزة شملت التظاهرات الطلابية نيويورك، العاصمة واشنطن، تكساس، بوسطن، شيكاغو، ولايات أخرى من ولايات الولايات المتحدة الأمريكية. نددت منظمات حقوقية وقوع انتهاكات ضد المتظاهرين في الولايات المتحدة اللي تدعي حرية التعبير. لاحظوا، شملت الاعتصامات والمظاهرات جامعات مرموقة عالميا، هارفارد، ديال، كولومبيا، برينستون، جامعات في أوروبا أيضا دخلت. هو اللي عيد للأذهان الاحتجاجات على حرب فيتنام في منتصف القرن العشرين. في غضون ذلك، عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها تزامنا مع تنديد منظمة هيومان رايتس ووتش، اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، باعتقال المتظاهرين، حثوا السلطات على احترام حقوق المواطنين وحقوق الطلبة في حرية التعبير. لاحظوا، البلد اللي يدعي حرية التعبير ويدعي احترام الحريات شلون يتعامل ويا شبابه بس لأنه قالوا لا لحرب غزة. خلونا نستعرض سوية عدد من التغريدات اليوم اللي العالم تفاعلت وياها على منصة اكس حول انتفاضة الجامعات الأمريكية. جمال حبيب: انتفاضة الجامعات الأمريكية متواصلة بل وصلت إلى كندا، وهناك بوادر لها في فرنسا. ماذا ينتظر العرب والمسلمون؟ ما يحدث في غزة من إبادة عرى المنظومة الدولية وفضح دولا وأسقط سرديات، ولا يكون العالم بعد الطوفان كما كان قبلها. دكتور عبد الله معروف: حقيقة لا يمكن لأي قوة على وجه الأرض أن تقف في وجه الحركة الطلابية، ومن يحاول الاستعانة بالشرطة والجيش للسيطرة على الطلبة ليس أكثر من مجرد واهم مصاب بالخرف السياسي والفكري. هاشتاغ انتفاضة الجامعات الأمريكية. عريب الرنتاوي: غزة تشعل أوسع ثورة طلابية عالمية خلال 60 عاما الفائتة، بدأت بأمريكا وها هي تنتقل إلى أوروبا والحبل على الجرار. متى تصاب جامعاتنا العربية بهذه العدوى النبيلة؟ وبقول لك شو عمل طوفان الأقصى. هاشتاغ انتفاضة الجامعات الأمريكية. عادل علي: أتمنى انتفاضة الجامعات الأمريكية تمتد إلى كل مكان وتتحول إلى ثورة طلبة عالمية تكون سبب في زوال الأنظمة الفاسدة حول العالم. هذا اللي العالم تفاعلت وياه اليوم على منصة إكس في محاولة للوقوف مع انتفاضة الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي تم مجابهتهم بدخول الشرطة إلى الحرم الجامعي في سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في جامعة كولومبيا الجنوبية، وتم اعتقال عدد من الطلبة بس لأنه قالوا لا لحرب غزة. اتذكروا الفيديوهات بعد حرب العراق، لما يطلع دونالد رامسفيلد ولا جورج بوش الابن، وتطلع وحدة أو واحد ويوقف وجهه ويقول له أنت مجرم حرب وما حد يسوي له شيء، أنت قاتل وما حد يسوي له شيء. هم كانوا يتفاخرون أنه إحنا نحترم الحريات، وإحنا نحترم الحرية التعبير عن الرأي، وإحنا شبابنا من حقه يسوي كل شيء، لدرجة أنه إحنا كنا نشوفه أنه يوقف في وجه رئيس أو رئيس أكبر دولة بالعالم وما حد يحكي وياه. بينما الطلاب لما طلعوا وقالوا لا لحرب غزة انقلبت الآية. فشوفوا الازدواجية اللي هم عايشين بها. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم ثلاثاء بإذن الله. انتظروني في أمان الله.